ومالينا الدنيا امل. وفي الاول كمان قال لك يا حبيبي يا جمالك يا بليغ يا حمدي يا جمالك يا مرسي جميل العزيز والكلام والحلاوه. ما هو كل ده مع الاهلي طبعا، الاهلي وجماله وحلاوته ومتعته وفرحته دائما. القضيه هتبقى الجزء الثاني من حلقتنا اللي مش هتاخر عليكم كتير، لكن انا عايز ارجع لاول امبارح لماتش الاهلي والاتحاد السكندري. تعادل 1-1، نتيجة غير عادلة على الإطلاق للنادي الأهلي طبقا لسير اللقاء. الأهلي اللي أضاع كم كبير جدا من الفرص، البداية بضربة جزاء حسين الشحات واللي وجدت كثير من التشكيكات، لكن جاءك الإنصاف من الخارج. يا أخي دايما بيجي لك الإنصاف من الخارج، يعني ضربة الجزاء الواضحة واللي حتى اتحسبت النهاردة واحدة زيها في مباراة ليفربول وساوثهامبتون، يعني لصالح ساوثهامبتون، لكنه في النهايه صلاح كان البطل. يعني عمرو السوليه تقدم للنادي الاهلي في الشوط الثاني، ووسط بركان هجمات ضائع من النادي الاهلي وفرص بالجمله، نجح نادي الاتحاد السكندري اللي بنوجه له كل التحيه بقياده الاستاذ محمد مصلح رئيس مجلس الاداره. هنا بس الضغط ما كانش كويس، وهنا الرقابه ما كانتش جيده، والكره لما خبطت غيرت اتجاهها واتشاطت وتسددت، وجاء هدف التعادل في الثواني الاخيره لنادي الاتحاد، وخسرنا نقطتين مستحقتين للنادي الاهلي. وارد جدا في عالم كره القدم. طيب تعال انا وانت كده نشوف بعضا ملخص سريع لبعض الفرص الضائعه للنادي الاهلي في هذا اللقاء، عشان تشوف فريقك ضيع كام جون. بص يا سيدي، بص يا سيدي، مش هحسبها فرصه. لو اتعملت بالعرض جون، لو اتعملت 1-2 جول، لو اتحطت بالكعب لامام عاشور جول، بس خليك معايا يا سيدي. وبص يا سيدي، مش هحسبها فرصه، كل ده مش هحسبه فرص خالص، بس انا بجيب لك ملخص المباراه ثم ملخص تالق اسطوري للمهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد اللي بحييه. مش هحسبها فرصه، كل ده مش هحسبه فرص، هحسبها هجمات بها طابع الخطوره. كل ده النادي الاهلي، مش هحسبها فرصه، هجمه بها طابع الخطوره للنادي الاهلي. ونشوف غيرها، ونشوف كمان، يعني هنا لما جينا على الفرصه ما جاتش بشكل جيد، لكن ايوه ادي هنا بقى نبدا نقول الفرص. ادي اول فرصه من على بعد 8 ياردات. بص غيره بقى، ركز معايا على كم. بص، فرصه من على خط السته يارده، ادي فرصتين للنادي الاهلي بهدفين، هنا هدفين ضائعين حتى الان للنادي الاهلي. امام عملها حلو قوي، كهربا لم يتوقع، لكن بجوار القائم ماشي، مفيش مشكله. بص بقى، عيش معايا، شوف الدنيا عاملة ازاي، شوف القصة عاملة ازاي. هنا محمد معروف قريب لم يحتسب ركلة جزاء، خلاص موافقه، مش هقاوح ومش هتكلم. الناس بيقولوا في دفعة واضحة وفي ضربة جزاء واضحة، لكنه خلاص الناس شايفة انها مش ضربة جزاء، والحكم شايف انها مش ضربة جزاء رغم الدفعة الواضحة جدا، لكن هروح معاه مفيش مشكلة. بص يا سيدي، مش هحسبها فرصة، كل ده مش هحسبه فرص، مع انه بقليل من التركيز هتروح يا اكرم خطوه كمان، هتظبط كمان، هتبص بالعرض هتلاقي واحد، لكن كل ده مش هحسب فرص. بص يا سيدي، فرصه كمان، بقينا ثلاث فرص للنادي الاهلي. خلي بالك مفيش عليك ولا فرصه حتى هذه اللحظه، ولا فرصه موجوده عليك لحد دلوقتي. بص يا سيدي، بص كمان، بص انت فين، بص بقى الكره دي. واحد، تالق غير رائع للمهدي، تالق ثاني للمهدي، تألق ثالث للمدافع، فرصة، بقينا أربع فرص. بص دي، إنقاذ أسطوري للمهدي سليمان، بقينا خمس فرص. خمس فرص يا عم، قول ثلاثة منهم محققين، قول ثلاثة محققين من الخمس فرص. وإمام بيشد في شعره لأنها كانت تقترب من هدف العين. بص يا سيدي، مش هحسبها فرصة، كل ده هجمات خطرة، مش هحسبها فرصة، لكن هوريك التألق الغير عادي للمهدي سليمان، وهقول لك اصرار لعيبه النادي الاهلي طوال المباراه. هنا بالعرض جون، مش هحسبها فرصه، هجمات خطر، بس شوف ضغط فرقتك عامل ازاي، وشوف وصولك لمرمى المنافس عامل ازاي، وشوف تهديدك للفريق المنافس عامل ازاي. ثم بص بقى يا سيدي، بص، بص بيرسي عمل ايه، بص اتحطت فين، دي ايه، فرصه ثم فرصه، وتالق اسطوري للمهدي سليمان تاني، وتألق اسطوري. قد يكون فيها شك تسلل، اذا كانت هي ما اتحسبتش تسلل، لكن لو كان الهدف سجل كان ممكن اتحسب تسلل، لكنه انا بقول لك على مجريات الملعب، مجريات المباراه. بص يا سيدي، بص ركز معايا،
مش هحسبها فرصه. هنا بقى احسبها لك يعني هجمه خطره لصالح النادي الاهلي. انا بتكلم في 4 فرص مؤكده. بص يا سيدي خليك معانا، بص الكره دي هتخلص على ايه. بص مش هحسبها فرصه، كل ده مش هحسبه فرص، كل ده مش هحسبه فرص. في فرصه الاخيره بتاعت قفشه اللي انقذها المهدي سليمان بعد هدف التعادل، انقذها من على خط المرمى. فرصه مؤكده لانك تنهي المباراه بهدفين مقابل هدف، لكن على الاقل عندك 4 فرص ضائعه مؤكده. لو دخلوا يبقى انت عامل وان سايد جيم وعامل نتيجه عاليه جدا، لكن هذه كره القدم. في المقابل لم يتهدد مرماك، الكره الوحيده اللي راحت علينا بدلك دخلت جول، وعندك ضربه جزاء ضايعه. يبقى دي بالفرصه الاخيره هتتعرض لك دلوقتي بتاعت قفشه مع ضربه جزاء، عندك 6 فرص، قول عندك 4 فرص، قول عندك 3 فرص محققه، مفيش اكتر من كده تنازلات. فكنت ممكن تبقى كسبان 4-1 في هذا اللقاء. فالفريق ما قصرش، الهجوم هاجمنا، الفرص ضيعنا، اللعب الجماعي اشتغلنا، عملنا كل حاجه. ما يغضبني او ما يحزنني او اللي زعلني فعلا انك تطلع بقى بالليل وهجوم بقى والنغمه المعتاده والمهاجم الثاني والمش عارف ايه التالت. ما الناس شغاله، الناس عملت اللي عليها وموتوا نفسهم. في يوم بيبقى فيه بدلك عدم توفيق، ده كان يوم النادي الاهلي امام الاتحاد السكندري. كل التحيه لفرقه الاتحاد على يعني استبسالهم وعلى نجاحهم بالعوده بنقطه الى الاسكندريه، لكن هذه هي كره القدم. فانت دايما رافع شعار على الحلوه والمره معاه، فخليك دايما على الحلوه والمره معاه. ده واحد.